في حادثة صادمة هزت مدينة مسلاتا غربي ليبيا في أول أيام عيد الأضحى المبارك، أقدم شاب على إنهاء حياة شقيقه بوابل من الرصاص، وذلك على خلفية خلافات عائلية ومشاجرات دائمة بينهما بدأت منذ وفاة والدهما. الجريمة البشعة ألقت بظلالها على أجواء العيد، محولة الفرح إلى حزن وألم في أوساط العائلة والمجتمع المحلي. الحادث وقع في صباح أول أيام العيد، حيث تصاعدت حدة المشاجرة بين الشقيقين إلى أن وصلت إلى نقطة لا عودة، حيث أطلق الجاني النار على شقيقه مستخدماً بندقية آلية من نوع FN ليفارق الحياة على الفور، تاركاً خلفه مشهداً مأساوياً. مديرية أمن مسلاتا التي تلقت البلاغ فور وقوع الحادث تحركت بسرعة للقبض على الجاني أثناء محاولته الهروب إلى خارج المدينة، كما ضبطت السلاح المستخدم في الجريمة لتنتهي قصة خلاف عائلي بين قتيل وسجين.